السلام عليكم موقع طنجان. اليوم ان شاء الله عندنا واحد التجربه اللي غادي نعيشوها في وسط المدينه ديالنا في طنجة. اليوم عيد المراه، بزاف ديال الناس احتفلوا وبزاف ديال الناس ما احتفلوش، واليوم غيكونوا عندي بعض الورادي وغادي نخرجوا للشارع وغنعطيهم الامهات ديالنا. اي ام غادي نتلاقاها غادي نتي للورده وغنحاول ما امكن نفرحها ولو بشي حاجه بسيطه. خاي سفيان يلا بحالنا ما تعطلوش. الله يرحم والديك. اجي المرضي ديالي يا الله يرحم. الله يرحم والديك امين. هذه في الباب الجنه هذه الجبره هاي. الله يرحم والديك. ربي يديك ديك الراس تك على قبر النبي ولي امين. الله يرحم والديك، الله يخلي لك الصحه والله يعاونك. ايا تنا نبيع هذا الشيء. الله يوفقك تنسينا والله يجيب شكون من خاطر. وانا شفتك وانا نقول راه انت الوالده ديالي، حسبتك الوالده ديالي. شوف الله يطولنا في العمر. فخوره براسي والحمد لله ولله الحمد. الحمد لله والله العظيم فخوره براسي. السلام عليكم. الوالده ديالك تسالي مزيانه بخير صحه مزيانه. الله يرحم والديك. هذه الوالده ديالك. الله يعطيك. وهذه الوالده ديالك. الله يعطيك الجنه. وكنتوما مزيانين الحمد لله. عرفتوا شنو واقع اليوم؟ اليوم عيد المراه. راه الوالده ديالك ما تفكروك ولا ما مشيتش تشري الدار؟ لا هذوك ديالكم ما نبيعوها ما والو. هذيك انا تفكرت. الله يرحم والديك. اجي المرضي ديالي يا الله يرحم. الله يرحم والديك امين. هذه في الباب الجنه امين. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. وسبحان الله العظيم يكتبسكم. الله العظيم يكتبسكم سبحان الله العظيم. مع اليوم عيد المراه وخرجنا فرقنا بعد الورادي وسبحان الله كنتو نتوما. دابا عطيتني يمك. الله انا عيدك وصح نقول لك الا ما جابوها لك شي ولادك انا بيدي ابنك جيب سالك. الله يرحم والديك. الله يحيي وليدي. عندك شي وليدات؟ عندي ولادي. عاود صح حنا ولادكم حنا كاملين. شو حنا ولادكم ولادكم. كاملين هيدا مع سمس. شفتكم هيدا جالسين معاودين قلنا نجيو نعاود. الله يرحم والدين وشكرا بزاف. الله يرحم والديك. 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 امين. الله يرحم والديك. السلام عليكم. الوالده ديالي كتسينا مزيانه بخير. اليوم عيد المرأة احتفل بك شي واحد ولا احتفل بك حتى واحد؟ احتفل بيا دابا براسي راه مشيت نبيع فنيني. شبا الوردة هي الأولانية باش دوز النهار مدخن وخاص غديتي بلا بيا. اليوم عيد المرأة وهذا الكادو ديالي هذه الوردة هذه خليها لي. راه نبوس لك ديك الراس. تك على قبر النبي ولي. امين. الله يرحم والديك، الله يخلي لك الصحة والله يعاونك. ايا تنا نبيع هذا الشيء. الله يوفقك تنسينا والله يجيب شكون يبقى في معاك. امين. الله يرحم والديك باقي. الله يرحم. الله يرحم والديك. الله يستر لك. الله يبعد عليك الماستر. امين الوالدة. الله يرحم والديك. يجعل النهار الخايب يلقاك غير. امين. الله يرحم والديك. امين. السلام عليكم. الوالدة كيف سينا؟ مزيانة بخير صحة مزيانة الحمد لله. اليوم عيد المرأة خاوة ديالي الغزال كيف سينا خاوة مزيان أحسن شيء. أنا اليوم عيد المرأة كاين شي واحد ما تفكرك حتى واحد جبت لك هاد الوريدة هي شبر هاد الوريدة هي. الله يسرك. آمين. شكرا ربي نطق لي ربي شاهد عليا والله. الله يجيب شي مؤمن يفرحني اللي كتب الله. سبحان الله العادل. شوف ربي. سبحان الله العادل. الله هي هادي حنايا خرجنا عيد كنفرقوا هاد الوريده سليم عيد المراه وانا شفتك وانا نقول راه انت الوالده ديالي حسبتك الوالده ديالي. شوف الله يطولنا في العمر. امين. الله يسرك. امين الوالد. السكينه ديالك وعلى الدرجه انا بقى ليا. يعني من ديك طنجه والاوائل اللي في طنجه. ما انت عرفتيني. الله يعاونك. شوف ربي كيفاش لقاني معاك وماشي يعطيك ربي الخير وفيد خير. والخير ان شاء الله نتمنى الخير يجي لك ان شاء الله ونكونوا حنايا السبب ديالو ان شاء الله. الله يرحم والديك الوليد. الله يسرك. امين الوليد. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. وعندي الدرجه فرحتيني الله يفرحك. امين الوليد. الله يرحمك. العرفه في الدنيا وفي الاخره. امين الوليد. هادشي الدعوه اللي ماشي دعاك وماشي في الحق اللي ناوي في قلبك. امين. قلبك راه ماشي من وين ديك اللي عندك قلبك ماشي في الحقوق حتى الاخر. الله يرحم والديك الوالد. ولا ليش ديك البقاليه اللي بقات ان شاء الله. السلام عليكم. كيف سينا مزيانه؟ لاباس عليك بخير. كيف نوصل النهار ديالك اليوم؟
الحمد لله بخير. ولكن قل لي مش واش كاين اللي تفكرك ولا ما كاين اللي تصبح اللي ما تفكر؟ لا الحمد لله تفكروني على وجهك. ياه جابوا لي الورده ديالي انا هيا واش متبقاشي مع الصباع عليا. في الصباح كنبيت مع الاربعه الصباح، على الاربعه الصباح كنوض وكنتغدى ونصلي الركعه ديالي وكنمشي فحالي للمارشي، كنتسوق اللي كيخصني به خير وعلى خير، وملي كنجي كنقضي الشغل ديالي هنايا كنمشي فحالي للدار. شحال من عام ونتينا تبارك الله؟ عندي 33 عام. تبارك من 90. يعني من 90 تبارك الله. ونتينا شنو غتقول شنو غتقول واحد الميساج للمرأة المغربية؟ كاينة بزاف ديال الناس مساكنة وما في الدار. شوف كنقول المرأة المغربية تحية ليلة كبيرة كبيرة بزاف. نعزك. تحية كبيرة للمرأة المغربية وتحية كبيرة من عندي. شنو غتقول ديك المرأة مسكينة اللي كتجبرها محتاجة للخدمة مسكينة وخصها ما عندهاش الراجل، وشنو غتوصل واحد الميساج؟ يعني نقولوا لها مرأة مكافحة. نقولوا مرأة مكافحة يعني تخرج تدبر على راسها، ما هي لا عيب لا حرام لا شي حاجة. الخدمة في الحلال. في الحلال وجيبها في الحلال وتاكلها طيبة حلال طيبة. بحال دابا أنا فخورة براسي. فخوره براسي والحمد لله ولله الحمد. الحمد لله. والله العظيم فخوره براسي. يعني كتجيب النهار ديالك بالحلال ديالك تخنوط في الصباح. انا عندي فيديو في هذيك البلاصه راهي عامله فيديو فيها خضيره ديالي كما كتشوف هكدا وكنعدل هذا الشيء هذا بيدي. يعني كتقشر الجلبان. قشر الجلبان قشر هذا كنبيع هذه بالميزان كنبيع هذا الشيء هذا الحمد لله حلال طيب. يعني الانسان واخا يجيب 50 درهم في النهار 20 درهم ديال. ربيت بها وليداتي والحمد لله ولله الحمد. لا عنديش وما خصنيش. وشني الاسم دقانه ديالك عاود سميها لي؟ يوميات متجدده خاص بي. وتوفيق ان شاء الله ونشوفك تنسينا ان شاء الله. بارك الله يوفقك والله يجازيك امين الله يرحم والديك. يرضى عليك بارك الله فيك وشكرا. هذه هي النهايه ديال الفيديو اخوتي ديالي. وشفتوا المرأة المغربية أبسط حاجة نقدروا نفرحوها. سلام عليكم. فيديو اللي مازال إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.